حياتي. وقف الايتام بالبلد الحرام. ريالات بسيطه تكون سبب في دخولك الجنه. وقول الحديث: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. انت والرسول عليه الصلاه والسلام في الجنه علشان ريالات بسيطه ان دفعتها في كفاله يتيم 300 ريال سهم الفرد، 600 ريال عنك وعن والديك، 900 ريال عن الاسره كافه. فاذكر نفسي واذكركم: اسعوا لاخرتكم، الله يوفقنا واياكم بما يحبه ويرضاه، واغتنموا الفرصه دامكم تقدرون على اصدقه. الله يوفقنا واياكم. الله يرحمه وياك. والله ان شاء الله يدعم وفاتك ان شاء الله بقلوبنا. امين.